هل استطاع الاقتصاد المغربي أن ينتقل من مرحلة القدرة على الصمود إلى مرحلة التعافي؟ صراحة من الصعب الإجابة على السؤال بطريقة يعني مباشرة بقول أن الاقتصاد المغربي استطاع أن يصل إلى التعافي الثامن من الصدمات التي واجهها. نحن نعلم على أن هناك رجتين وقعت في الاقتصاد يعني في السنوات الأخيرة وخاصة في الأربع سنوات الأخيرة. هناك جائحة كوفيد-19 التي خسر فيها المغرب تقريبا أكثر من 7% من الناتج المحلي، كان هناك نسبة نمو التي تراجعت بناقص 7%، وكان كذلك هناك ضياع فيما يخص يعني مناصب التشغيل إلى آخره، وكانت كذلك يعني الأزمة الأخيرة التي وقعت ما بين أوكرانيا وكذلك روسيا التي أدت إلى زعزعة واضطراب التبادلات التجارية وارتفاع يعني حتى في نسب التضخم، وهذا أثر بشكل كبير سواء على السياسات الإقلاع أو كذلك على الرجوع إلى المنحنيات النمو التي كان يعرفها المغرب قبل 2019. ولكن الإيجابي في المسألة هو أن المغرب اليوم يحقق نسب نمو التي تعد يعني من أفضل نسب النمو المتواجدة في العالم، حتى أن التقرير الأخير لبنك الإفريقي للتنمية وكذلك التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي يؤشران على أن إفريقيا ومنها المغرب هي من المناطق التي تحقق نسب نمو تتجاوز بكثير المناطق الأخرى في العالم، يعني تأتي بعد آسيا بنسب نمو في معدل بالنسبة لإفريقيا كلها بتقريبا 3.8%، والمغرب يعني الحمد لله أنه كذلك سيصل في 2024 إلى 3.5%، وهي نسبة مقبولة بالنسبة للنمو. ولكن أن نقول على أنه الاقتصاد تعافى أظن أنها كلمة جد قوية. لماذا؟ لأن هناك توقعات سلبية للمستقبل، لا نعلم أن الاضطرابات الدولية هل ستتوقف، هناك تغيير لمسار تجاري على الصعيد الدولي مما يكلف أكثر بالنسبة للتنقلات التجارية وكذلك التبادلات التجارية، ولكن أظن بأن المغرب اليوم في موقف إيجابي بالنسبة للمستقبل. لماذا؟ لأن الاستثمارات وكذلك التوجهات الجديدة لصاحب الجلالة تؤكد على أن هناك خريطة طريق للمستقبل جد مهمة سواء بالنسبة لإفريقيا أو كذلك بالنسبة للمغرب خاصةً.